الشباب بالدرجة الأساس. لذا ندعو الثوار في جميع المحافظات المنتفضة لرص الصفوف وتنظيمها للانطلاق بثورة عارمة موعدها يوم العاشر من آيار تسقط أركان هذا النظام في حال لم تستجب السلطة الفاسدة وأحزابها لمطالب الشعب المتمثلة بالآتي: أولا حكومة وطنية مستقلة، ثانيا قانون انتخابات منصف، ثالثا انتخابات مستقلة، رابعا انتخابات مبكرة، خامسا محافظ نزيه وكفوء ومستقل كذلك نائبيه في جميع المحافظات. وفي حال تم تشكيل الحكومة فعليها أن تدرك إنها مطالبة بالتالي: أولا محاسبة قتلة شهداء ثورة تشرين العظيمة والكشف عنهم وعن الجهات التي تقف ورائهم، ثانيا حصر السلاح بيد الدولة، ثالثا تحيات الأجواء لانتخابات مبكرة بقانون انتخابات تام، رابعا تقليص رواتب الرئاسات الثلاث وامتيازاتهم وكذلك النواب لتفادي الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد. هذا ما خرجنا من أجله، ونحذر السلطة الفاسدة من أن تحاول عبثا استغلال وباء كورونا سياسيا والإعلان عن حظر صحي في يوم العاشر من آيار. وقد أعذر من أنذر، ولكم موعد معنا لن نخلفه أبدا: الرحمة والمغفرة لشهداء ثورة تشرين والنصر حليف الثائرين. عاش العراق.